وفي خبر آخر، أعلنت لحظات العلا عودة فعاليات النسخة الخامسة من شتاء طنطورة، المهرجان الثقافي والترفيهي الشهير في المنطقة. وسيقدم هذا المهرجان للزوار تجربة ترفيهية مع مجموعة من الفعاليات الثقافية، بما في ذلك العديد من العروض الموسيقية والأزياء إلى جانب الأنشطة الرياضية وغيرها. حماس. شفنا يمكن مها وتابعنا دائما كل مرة طبعاً يكون في شتاء طنطورة أو يكون يعني تبدأ في هذه المهرجانات والفعاليات، كيف كمية الإقبال من أول لحظة، في انبهار لكل اللي بيحضروا بيتفرجوا على هذه التفاصيل. نتكلم على الطابع القديم الأصيل، طريقة اللبس، القصص، الحديث عن سحر العلا بحد ذاتها، الفعاليات، الأنشطة اللي موجودة، الأجواء. عاد الحين أجواء بتسلي راسها يا جماعة، لأنه خاطرها تروح على العلا. أعشق العلا. شوفي، أنا يعني من الناس اللي تحسفت أني ما رحت العلا قبل. يعني رحت لها، أنا مرة واحدة رحت لها، بس عرفتي الحب من أول نظرة. أيه. حب من أول سفرة. والله حب من أول سفرة، حبيتها حبيتها، حبيت جمال العلا، طبيعة يا أختي، الهدوء اللي فيها مدري غريب، ناسها، البنات اللي فيها، الشباب كيف يخدمونك، كيف يشتغلون، كيف يحبون الضيوف، يحبون يعني صدق صدق مضيافين من قلب، يعني تحسينهم يعني فرحانين في أي أحد يجي من برا العلا، فرحانين تشوفين. فلذلك إن شاء الله بإذن الله هذه السنة أنا من أكثر الناس المتحمسين إني أكون متواجدة في شتاء طنطورة، وخصوصا الأجواء الحين بعد صايرة يعني خرافية. ف يعني وغير كذا ترى العلا صايرة يعني ما هو بس على المستوى المحلي، على المستوى العالمي. قبل فترة شفت فيلم، شو اسمه الفيلم، لا إله إلا الله، نورة قندهار. قندهار في فيلم، فيلم هوليوود تصور في العلا، وغيره في كمان سترينجر ثينجز اللي هو مسلسل أيضا عالمي صور في العلا. فليش قاعدين يختارون العلا إلا فيها شيء سبيشل، يعني فيها شيء ما يحصلونه في أي مكان. وهذا اللي خلاني أشوف الفيلم، وهذا اللي خلاني أشوف المسلسل، معني لأني متابعة على الفيلم ولا المسلسل، بس رحت أتفرج عليهم عشان أبغى أشوف العلا. فبالعكس العلا الصراحة من أكثر الأماكن الواحد ما يفوتها، خصوصا بالشتاء. أي كمان لو بنتكلم حتى أظن ما زال موجود، هو بس بدأ من شهر تقريبا، اللي هو مهرجان الاسترخاء أو موسم الاسترخاء، كانوا مسوينه هناك للعلاج الروح والهدوء الروحي، خليني أقول. فمسوين أشياء كثير حلوة. العلا بحد ذاتها ترى تخدم، لأنها يعني يمكن أكثر شيء يخلي الإنسان يشعر أنه هو مثلاً مضغوط، أو اللي شوي يعني تطفي سحر أي مدينة، الاسمنتات، الأبراج هذه، كل ما كانت الأشياء إشبك الأشياء طبيعية. شوفي، هذه لها جمال وهذه لها جمال، ولكن الطبيعة يظل جمالها آسر، يظل انه للطبيعه جمالها الآسر. وهذه من الاشياء اللي بصراحه يعني العلا بتحاول تحافظ عليها، انها ما تاثر على هويتها الاصليه. يعني في مثلا فنادق، منتجعات، كثير من الفعاليات، مطاعم، ولكن كيف في نفس ثيم العلا، في نفس طبيعه العلا نفسها. يا اختي الهواء نظيف هناك. اي رجعت بشرتي متغيره يا جماعه. والله ما امزح، وهي كل 4 ايام ما ادري شلون.